عسلامة. أهلا وسهلا بيك. مرحبا بيك. احتراماتي أختي. مسيو اختنا اليوم باش نحكيو علاقة المواطن بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، شنو تعليقك على الموضوع؟ أختي الكريمة، الشركة التونسية للكهرباء والغاز أخطاها وصلت فادحة وأخطاها لا تحصى ولا تعد. وربي سامحني، مواطن تولي فاتورته خالصة كل وين يبعثولها، وجوه آخر العام يبعثولها بثلاث ملايين وأربع ملايين. دليل شنو هذايا؟ دليل وإن لما ناس فوق القانون ما تخلصش، لازم يخلص على المواطن القليل والمواطن المدمر، فهمتني ولا؟ والأخطاء هذه تتكرر وتعاود تتكرر وتعاود تتكرر، ووصلت للمواطن يعني عديد المرار كصحافة قداش سألت بسؤال هذايا وقداش تطرقت للموضوع هذايا. وفي يوم من الأيام أنا تفرجت على امرأة قالت أنا عندي لمبة وعندي وليد جوني خمس ملايين واش وأنا خالصة بكل شيء. بربي إحنا لمن نرفع صوتنا للسلطة الحاكمة؟ نرفع صوتنا السيد رئيس الحكومة وسيد المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز. احنا وقت اللي اتعيننا مدير جديد قلنا تنلتحم البلوات، لكن بالاستمرار كانت الموضوع هذا موجود. والتو يا سادة الكرام، التو الأوراق تجي بعضها وتجي قوية. المواطن عجز معاش منجم يعني أنا وصلت أنا شخصيا ندخل للدار نشعل الضوء نخرج للتواليت نطفي الضوء. علاش؟ خايف من الحاجة هذه، لأني أنا وصلت في يوم نقتصد يعني؟ إيه نقتصد، ما دامني ولدي خلص على الناس ما خلصوش، لأن الظاهرة وصلتنا معلومة إن شاء الله صحيحة، يقولوا الناس اللي كانوا ما خلصوش تولوا خلصوا، إن شاء الله تتم العملية هذه على الأقل يخف الضرر على المواطن شوي. راه المواطن هو معناها اللي الواكل العصا من الناحية هذه. أما أن السيد الرئيس احنا مشكور كل ساعة يدخل لنا مرة للنقل مرة لكذا مرة كذا، ما زالت الشركة التونسية للنقل للكهرباء والغاز. يا سيد الرئيس لو أنك تعيط لأربع خمس مواطنين يجيبوا لك فاتوراتهم تقعد حاير، أنا كسر كرتاج وضوء كل ما خلص قد ما خلص مواطن عنده لامبة وثلاجة صغيرة. لهذا طلب من السيد رئيس الحكومة، مشكور يا سيد رئيس الحكومة، تلتفت بنظرة للعالم الموضوع عضايا وهالخبراء اللي قاعدين يخرجوا بالملايين. عندي أنا بصراحة اللي فهمت أنا ما همش خبراء في الساق، لأنهم خارجين من العفو التشريع العام الأكثرية متاعهم، ونعرف شخصيا شكون عندهش مستوى سيزيام ابتدائي وكونترماتر ياخذ في العدادات. هل يعقل معناه المواطن يتعرض لجريمة يعني بشعة؟ هذه جريمة بشعة. لهذا يا سيد الرئيس صحيح الحمل جاي ثقيل عليك، صحيح يدوروا في العصا والعجلة، صحيح، لكن اليوم الصلحية راهي موجودة عندك أنت، راهو أنت القادر معناه تسير الأمور بالأمور القانونية، راهو المواطن التونسي يقبل أضربه بالقانون يعمل لك. احترامات السيد الرئيس، أهم بس تضربه بالمعارف وبالتسلط راهو ما يقبلش مهما كانت مهما كان راهو ما يقبلش. لهذا نتوجه من التلفزة هذية التلفزة الناشئة التلفزة اللي حب تصعد وحب يرماتها، لأن هي الصوت الحر للمواطن. ما يحبوش صوت حر، يحبوا صوت مناوي، يحبوا صوت يتبع زيد وعمر. أنا راني لا نتبع الحكومة ولا نتبع زيد، أنا نتبعه اللي يصلح بتونس، واللي يصلح بتونس رانا سباقين وراه ولا نجري وراه. وراي خدمتنا في التدخل ضد من يضرب تونس أنا ماليش مش مبرر على التلفز، ولكن لهذا تعمل مزية. هالشركة التونسية الكهرباء والغاز اسمها فاح، وهو تيفوح في رأس العام، تيفوح ياسر، بربي تفكروا هنا. باغ اكزومبل انت مسيو قداش تجيك فاتورة الضوء؟ باهي انا فاتورة الضوء كانت تجيني 30 40 نخلص. هذا وقتاش هذا؟ هذا من 2011، من قبل 2011 وتعالى تو ونخلص وأوراقي عندي. يوقف السيد الكريم ويوقف يكتب لي تقديرية 4 ملايين و 300. فجأة هك؟ فجأة جبت 4 ملايين و 300. معناها مش أنت ما خلصتش ما خلصتش في الأخر؟ عندي أوراق، يعني عندي ما يقول. مشيت لهم قال لك أخويا المنقالة محلولة. المنقالة أنا نسكن في الدوزيام إيتاج والمنقالة في البريمير إيتاج، فهمتني ولا؟ أنا ما نعرفهاش المنقالة. علاش ما نعرفهاش؟ لأن باه
يجي واحد يمس الضوء اللي مشي على من الله بك حاجة الإنسان كذا. بصراحة رأي أنا واحد من الناس وقت مشيت قبلوا مني صحيح وقالوا لي جيب فاتورات الماء كذلك بلا كونك ديما خالص أمورك مريكلة وعرفوا قديش خلص أنا بالضبط، وأنا مازلنا نستنوا وإن شاء الله يا رب يجي النتائج طيب إن شاء الله يا رب إن شاء الله. ولهذا كيف إيش شنو عملت في خصوص الفاتورة بتاع 4 ملايين؟ إيه لا مشيت لهم وزيت فاتورات الخالصين وقدمتهم لهم وقال لي صحيح خالص امورك واضحه باللي انا بعثهولك وهذه. قال لي والله المنقلم شو قام محلول شكون اللي مشوا؟ قال لي مشوا فريق من الستاج، لكن انا نحكي معاهم ونعطيهم الاوراق معناها دليل وان اي مواطن ينجم يسلطوا عليه تخلص ولا نقص لك الضوء. هذا هذا هذه غنايه غناها في 2013 باش حبوا يقووا ميزانيه السراق، فهمت ولا؟ يعني واحد بجنبه معمل يصرف في 50 امبا ضوء وعشرين ماكينة وبجنبه بساكن بجنبه ما خلص معهم خلصنا بيضوه. لهذا أراني بيحاولها مش نتحرروا من الحاجة دي ورانا شادين الصحيح وراو ليه نكلمك حاجة باش نغلبك أنا نغلبك كل مول قانوني. أنت بعت لي 500 بعت لك 500 بعت لي 50 بعت لك 50 عيبك وين؟ تلقى فاتورة مراتي ومش خالصة وقت هتنجم تعمل مش 4 ملايين تعمل 10 ملايين. أما كيوانا خالص رسمي من سن من اللي سكنت وأنا خالص راهي تولي جريمة في حق المواطن وفي حق الدولة جريمة بالحق. لهذا الرجاء منكم ثم الرجاء من سيد المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز بحكم انك دخل جديد يا سيدي الكريم صحيح العبث ثقيل عليك صحيح الخوار موجود كبير ياسر، لكن على الأقل ابدا بالشيرة وتنظف. نخلي لك الكلمة الأخرى. كلمة الختام نرفع شكواية للسيد رئيس المدير العام وسيد رئيس الحكومة وسيد رئيس الجمهورية بجوه ربي يا سيد الرئيس تدخلونا للشركة التونسية للكهرباء والغاز واللي زاد نحيتكم أكثر اليوم في رادس يهبطوا السيتي في رادس يقصوا عليه ضوء كامل. ليش؟ باش يخلص على اللي ما خلصوش، لأن احنا تعودنا في العشر سنين اللي فاتوا ثم ناس ما خلصوش الضوء وما خلصوش الماء وما خلصوش التليفون. ليش؟ يخلص عليهم المواطن المدمر القليل. ولهذا معناها من عقد تنزيليه نربح شكوايا لكم ان شاء الله تسمعونا وتكونوا اذان صاغيه لنا في موضوع الساق وحلونا مشكله الساق، لان في راس العام تصير كارثه كبيره ياسر اللي فهمت انا تصير كوارث في الفلوس اللي معناها اللي يثقوا فيها على المواطن. المواطن لو ما عادش قادر باش يخلص 4 ملايين و5 ملايين وهو صارف 100,000. ولهذا الرجاء ثم الرجاء التدخل السريع والسلام عليكم ورحمة الله. يعطيك صحة. حياتي.